ورحمة الله وبركاته. أحبائي الطلاب، معكم معلم العلوم بشركة آفاق التعليمية. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم النهاردة عن القوى داخل السوائل. القوى داخل السوائل اللي هو فيزياء 2 الدرس الثاني الوحدة السادسة. الأهداف نوضح يعني إيه قوة تماسك، نوضح يعني إيه قوة تلاصق، إزاي دور التبريد والتبخير في دور في تكوين السحب. اول حاجه يا اولاد لازم تعرف ان لما انا لو احط عندي مبدئيا كده، لو عندي مويه حطيتها جوه كوب، ايه اللي بيحصل؟ جزيئات المويه بترتبط مع بعضها بقوه معينه، صح ولا لا؟ مع بعضها يعني نفس الماده، صح ولا لا؟ وجزيئات المويه مع الزجاج على الجدار بتلتصق بقوه معينه، صح ولا لا؟ يبقى لما اجي انا اقول لك يعني ايه قوه التماسك، تقول لي هي قوه التجاذب، هي قوه تجاذب كهرومغناطيسيه بين جزيئات المادة الواحدة، بين جزيئات المادة الواحدة اهي. ركز معايا مع بعضها البعض، داخل جزيئات المادة الواحدة، داخل جزيئات المادة ايه؟ الواحدة، تسمى قوة تماسك، قوة ايه؟ تماسك. طب قوة التلاصق؟ ها؟ هي قوة تجاذب برضه، قوة تجاذب كهرومغناطيسية بين ايه؟ بين جزيئات المواد المختلفة، لازم الفرق ده مهم جدا جوهري. ودي بنسميها بالانجلش كوهيسيف فورس، والتلاصق بنسميها ادهيسيف فورس. طب اهم تطبيقات على قوه التماسك ايه؟ اهم تطبيقات قوه التماسك حاجتين مهمين جدا جدا جدا، التوتر السطحي واللزوجه. التوتر السطحي وايه؟ واللزوجه. ايه هو التوتر السطحي؟ هي خاصيه متمثله في ميل سطح اهي فوق، هي خاصيه متمثله في ميل سطح السائل الى التقلص الى اقل مساحه ممكنه، بحيث انها تعمل الطبقه السطحيه في السائل كانها غشاء مطاطي مرن ومشدود، مرن وايه؟ ومشدود. لذلك يجي يقول لك ايه؟ البعوض يسير على سطح الماء. ليه؟ بسبب خاصيه التوتر السطحي، صح ولا لا؟ ومن هنا ناخد تاني اللزوجه، ايه هي اللزوجه؟ دي بسبب برضو قوه التماسك. طب ايه هي اللزوجه؟ عشان تبقى عارف بس، هي مقياس للاحتكاك الداخلي للسائل، مقياس للاحتكاك، الاحتكاك الداخلي للسائل. حلو كده؟ قوة التماسك بين جزيئات السائل بتخليه لزج، زي ايه؟ زي اللابه، اللابه المنصهره في البركان اول ما بتطلع بتلاقيها لزجه جدا. وبالتالي ده بسبب قوة التماسك. تاني شيء نخش على قوة التلاصق، مهم جدا جدا جدا. طب قوة التلاصق هي ايه؟ شوف ركز معايا، شوف الكلمة اهي، هي عبارة عن قوة كهرومغناطيسية أو قوة تجاذب كهرومغناطيسية بين ايه؟ جزيئات المواد المختلفة، جزيئات المواد المختلفة، مهمة جدا. إنما هناك في التماسك هي عبارة عن قوة تجاذب كهرومغناطيسي بين جزيئات المادة الواحدة، جزيئات المادة إيه؟ مهم جدا التفصيل. أهم تطبيقاتها الخاصية الشعرية، أهم تطبيقاتها الخاصية الشعرية. إيه هي الخاصية الشعرية بقى؟ هو ارتفاع السائل في الأنابيب الضيقة، هو ارتفاع السائل في الأنابيب إيه؟ بنسميه الخاصية الشعرية. زي المناشف اللي عندنا، المناشف اللي موجوده عندنا في البيوت، المناشف تلاقي عباره عن خيوط رفيعه وصغيره. ليه رفيعه قوي؟ ليه؟ عشان تمتص الماء. يبقى هي خاصيه ارتفاع السائل في في الايه، في الانابيب الضيقه. وزي ارتفاع الفتيل، فتيل القنبله، لما بتحط فتيل القنبله بيمتص السائل من الداخل، صح ولا لا؟ ارتفاع الوقود في فتيل القنديل، في فضيل ايه؟ القنديل، في فتيله القنديل، مهم جدا جدا. دي اسمها خاصيه الايه؟ الخاصية الشعرية، الخاصية ايه؟ وبتبقى بسبب قوة التلاصق. ركز معايا في الرسمة دي، مهمة جدا جدا. الرسمة دي بتتكلم عن، شايف الاتنين؟ ايه اللي هو ده؟ اهو، ايه ده؟ الماء، وبي هنا الزئبق. شوف الفرق بين الاتنين. لما تلاحظ الماية، لما تحط عمود او قضيب زجاجي اهو، عمود زجاجي اهو، صح؟ ايه اللي حصل؟ الماء يلتصق لأعلى، يبقى سطح الماء متجه للخارج. ليه؟ لانه التصق، لان قوة الالتصاق بين الماء والزجاج اكبر من قوة التماسك بين جزيئات الماء نفسها. انما هنا شوف الزئبق، سطح السائل للداخل، اول ما حطيت العمود الزجاجي سطح السائل دخل للداخل. ليه؟ لان قوة التماسك بين جزيئات الزئبق، قوة التماسك اكبر من قوة التلاصق بين جزيئات الزئبق والزجاج. وايه؟ والزجاج. هنا عملية التبخر والتكثف،
عملية التبخر والتكثف بتاعتي بمنتهى البساطة بيقول لي إن دي بتحصل كتير أوي فوق المسطحات المائية، إن بيحصل عملية تبخير لسطح السائل فبيكون عندي أول ما اتبخر فبيتكثف وبيتكون عملية سحب، بيتكون عملية سحب فوق المسطحات المائية أغلبها والمستنقعات، وبعد كده بيحصل عملية إيه؟ تكثيف، يعني نزوله مرة أخرى. إلى هنا ينتهي الدرس، وجزاكم الله كل خير.